اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبة اينما كنتم، ورحبوا بكم اجمل وارق الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي. مرات نروح تظاهرات، مرات الى مناطق سكنية، مرات الى اسواق شعبية، وتقريبا صار عندنا المام بالشارع وجاي يصير بيشو. يوم الاخوة امام مجلس محافظة بغداد، شعدهم شعدكم ملتمين، المن متظاهرين، قالوا ملينا وجزعنا وطقت رواحتنا لين جاي نتظاهر من ذيك السنة لليوم، ولا اكو حل اللي ينصفنا، ما خلينا باب ما دقينا، يا بعدكم كتب رسمية، قالوا عندنا كتب رسمية، المحافظة والمحافظ السابق انطانا كتب رسمية لانه احنا مشت وضعيتنا، متعينين عقود، حالنا حال المحافظات البقيه مثل كربلاء والنجف وذي قار، مشت وضعيتهم الا بغداد معلقه. يابا اكو عداوه وياكم، الله اعلم. احنا بصراحه الان من نسولف، خلينا نسولف بواقعيه اكثر، خلينا نسولف بانصاف اكثر. اولا الأخوة المتظاهرين عندهم حق، حتى وإن كان حقهم 10% لكن لهم حق. اثنين الأخوة في القوى الأمنية، جل احترامنا وتقديرنا لهم، واقفين وطاقتهم الشمس وعندهم التزامات وعليهم ضغط وهم معذورين، لكن احنا اللي نريده بما أنه ناس سلميين ما مأثرين فلازم يكون اكو تعاون، والتعاون هذا احنا وياكم نتعاون، لانه مو حلوه لا تليق لا بغداد ولا تليق بالقوى الامنيه ولا تليق بالمتظاهرين انه يتم التجاوز على شخص ان كان من المتظاهرين او ان كان من القوى الامنيه. هذا المفروض ما يصير، المفروض ما يصير. عموما احنا اليوم بصراحه راح نتحدث وياهم بكل واقعيه، وراح نسولف حتى نطرحها بالاسماء، لانه بعد لاكو خط اصفر ولا احمر ولا اخضر، واللي يحكي بواقعيه واللي يحكي بمنطق هذا نخليه على راسنا. سالتهم قلت لهم موضوعكم يطول، قالوا والله استاذ احمد يمكن مطول، اذا على هالوضع هذا كل شهر نطلع مظاهرتين ثلاثه الظاهر مطول. يابا اعضاء مجلس المحافظه واصلينكم؟ قالوا استاذ احمد نزلون بس المحافظ. زين هنا يصير تساؤل، القضيه بيها قصيد، القضيه قانونيه مو قانونيه؟ اطلعوا لهم بكتاب رسمي، قل لهم عمي شبابنا يا اخواننا، بدل ما توقفون بدرجه حراره 50 ترى شغلتكم ما تصير، روحوا لبيوتكم ايسوا، حتى شوفون دربهم، لان هسه هم معلقين، لا هم اللي فوق ولا هم اللي جوا. وبهاي الوضع، بهذا الوضع العام البي الضيم، ضيم الاقتصاد وضيم السياسيين وضيم الخدمات، وجاي نسولف يوميه ونريد نحل مشاكل الناس، يا اخي بس ما جاي يصير. عموما حياكم الله. شلونك عمي حبيبي؟ اهلا وسهلا، اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. قناتكم الله يحفظها. الله اهلا وسهلا. هي المحافظه مجلس محافظه 72 كلهم موافقين، بس اللي جاء من مكه البارحه بس هو ما موافق، كلهم موافقين. احنا لو نصير مثل اهل النجف بالقوه ناخذها، لو ما ينطوها ناصريه. لا لا، القوه اخذتها، والله القوه مو النائبه. النائب ما تقدر تسوي شيء، بس القوة هاي المظاهرات كل شيء ما تسوي. إذا ما يجون بالقوة إذا ما سوي شيء إيش عندك واقف؟ بلكت الله يهديهم ويهجمون عليهم. سلمية ما تفيد بعد، إحنا قررنا اليوم آخر يوم سلمية، بلغناهم ترى الأربعاء نجي ماكو سلمية. زينة هي هاي؟ هاي شو تسوي لهم العد؟ حقي هذاني، حقي خيرهم ما عنده شهادة ابتدائية، خيرهم، خليه يطلع يقول أنا عندي شهادة إعدادية أو متوسطة. ليش ما نعرفهم احنا منين جينا؟ كلهم نعرفهم. شرطي يخلوا مدير عام هو عنده شهاده؟ كلهم ما عندهم شهايد، ثلاث ارباعهم ما عندهم شهايد. هاي العالم كلها خريجين،
صار لهم 4 سنوات يتظاهرون. حتى استخدام رئاسة الوزراء بس المحافظ ما موافق. عداوة وياكم الزلمه؟ هو نعرفه احنا؟ شنو بعد؟ هسه هو ليش سووا مجلس محافظه؟ غير التصويت على الاغلبيه كلهم موافقين بس هو يقول انا ما اسويها. ما يخبر. ما يرفع بس يرفع الكتاب هو ما بيها شيء. ليش ابو الناصريه من زار رئيس وزراء الناصريه طهو يا بليد قالوا موافق. ابو النجف كذلك، ابو البصره كذلك، ابو مدينه الصدر الرصافه كذلك، بس هو مقرر على الكرخ. يعني ما ادري شنو خليه يطلع يقول ما عندكم على حكايتك. خليه يطلع يقول ترى ما لكم دربك. اي حتى واحد يشوف دربه ليش انا جايب هالحر؟ ماكو داعي. ليش هالاطفال شنو ذنبها هاي؟ ما تقولوا شنو ذنب هالاطفال هاي؟ والجماعه يضربهم بالحصه الكهربائيه. ليش؟ شو مسوين؟ تعرضنا الى قمع من قبل الشغب. يعني شنو احنا سلميين؟ بدي اقول لهم يابا احنا سلميين، تردون مو سلميين حاضرين، يوم الاربعاء مو سلميين. احنا ما نريدها. لا احنا ما نريدها. لا احنا نريدها. شو يريد يصير؟ نموت طبنا مرض. احسن منها الموت والتعادل. صح لو مو صح؟ احنا ميتين وعايشين. لا خلينا نموت نخلص هالمرة. ماكو سلمية بعد، من يوم الاربعاء ماكو سلمية. بالسبعة ونص نطب للمحافظة بالقوة ونقعد بمكان المحافظة. وش يصير خلي يصير اللي يقتل خلي ينقتل. هذا الحل تقبلون به؟ اي ماكو حل. اعطيني حل. اخي اعطيني اخي خلي وصلنا حل. عندكم اوراق محافظ بغداد وصلنا الحل. اذا ماكو سلميه لان هو ما يستجيب الى كتاب وقرار مجلس الوزراء. حياك الله استاذ العزيز. اولا طبعا انا اشكر هذه القناه. انا مره من المظاهره القديمه جيت وياك من الجسر من ساحه السنك من هناك لحد ما وصلنا المحافظه. عظيم حالك. اي نعم انت جيت انا واحنا جينا من عظيم. قبل جسر السنك احنا جينا مظاهره هنا وصلنا هنا انت ويانا الناس ما واجبي وخادم انا مو فضل. احنا محافظه بغداد. احنا محافظه بغداد اذا تريد ترجع لها هي العاصمه العراق. كل الماليه بها. عقود تنميه الاقاليم محافظه بغداد وانت تضغي ويانا يعني مستمر من 2016 هي اجازه اجباريه. الإجازة الإجبارية شنو معناها؟ معناها إنه ماكو اليوم فلوس. دخول داعش العراق بوقتها خلص داعش راحت الأيام خلصت العراق بخير رفعت كل المحافظات رفع عنها هاي الإجازة ورجعت على قرار 315 إلا محافظة بغداد عقود تنمية الأقاليم من 2016 وهاي اللحظة مع خريج التربويين يعني هاي اللحظة للعلم أستاذ العزيز احنا بذاك الوقت كنا تقريبا بال 2058 عقد. هسه احنا عقد العقود تنميه الاقاليم 968 عقد بقينا بس. سووا بينا تصفيه، اجينا هنا للمحافظه، سوينا استمارات، بصمنا فايلات، طلع العدد الحقيقي 968. مجلس محافظه صوت بينا باستثناء من الدرجات الوظيفيه اللي عنده ال 150 درجه. حوله المحافظ. عندنا استثناء من دورة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني موافق وحسب الصلاحية استثناء. كتاب له سؤال. كتاب موجود. أنا هسه لو أكل كتاب أسمع جماعتي يقدر يطلعوا لي الكتاب. دولة رئيس الوزراء أعطانا استثناء وحسب موافقة يرجع للدوام. مجلس محافظة أول ما شكل مجلس محافظة أول ما صوت إحنا عقود تنمية الأقاليم محافظة بغداد باستثناء وعادتنا للدوام. مجلس محافظه الاعضاء ورئيس مجلس محافظه طالبيننا بالرجوع. يقول لك انا ما عندي كادر مالته وظيفي، انا محتاج الموظفين اريد ارجعهم. بس محافظ بغداد ما جاي يرجعنا. قبل فتره التقوا اعضاء دوله القانون مع نوغ المالكي رئيس تحالف دوله القانون وطرحوا المشكله مالتنا وكان اتصال عنده من المالكي للمحافظ قال له هذول ترجعهم وشكوا عندك قرار بالخريجين التربويين بالاوائل بالكل وكتاب الرافع الدولة رئيس الوزراء ترجعهم. بس المحافظ ما جاي ينفذ القرار. ليش ما ينفذ القرار؟ يقول لك انا اريد قرار قانوني خاف تصير مسؤولية علي. زين انت حقه؟ لا هو مو حقه. تدري ليش؟ لان هو مطي استثناء دولة رئيس الوزراء من خضر كتاب من المحافظ السابق محمد جبر عطيه وطار رئيس الوزراء والتقى به كتبه موافق وحسب الصلاحيات. عنده كتاب. أنا اليوم إذا ما عندي كتاب ما أقدر أمشي بإجراء قانوني.
مو لولا عده اجراء قانوني من دوله رئيس الوزراء، عده اجراء قانوني من مجلس محافظه بغداد، يعني يقدر يمشي بصلاحيات مجلس محافظه ودوله رئيس الوزراء ويقدر يرجعنا للدوام. زين احنا استاذ العزيز، احنا اليوم نضغي انه القضيه قضيه فلسطينيه خارج العراق مو هنا بالعراق. يجينا ابو الشغب يعتدي علي يضربني ويكهربني من ماته هاي العصره ويضرب هاي النساء وهاي الناس الشيبه الكبار، شنو انا مسوي؟ انا ترى راتبي اذا اريد اعلنها قدام الكاميرا، انا راتبي ترى 250 300 كل شهر، يقطع من عندي مدير الاداره 5000 مال كراوي، يعني 295 الف دينار. هاي 295 الف عود تكفيني شهر؟ واحنا حتى لو الدرجات الوظيفيه هو ايش قد راح يصير الراتب؟ هو كله 300 الف دينار. هذا الدق والنوح اي وكهرباء وعصي اي نعم على 300 الف. 300 الف درجات، ليش ما تروح تشتغل شغله احسن لك؟ عود احنا قلنا بركه اكو امل انه هاي السنتين نعيشين. استاذ العزيز، هي هاي الدرجات الوظيفيه 150 ثلاث سنوات، عود من بعد ثلاث سنوات عود بركه الدوله تحس بينا انه بركه ثلاث سنوات اي ثلاث سنوات الصادق لنا امر اداره، اما يحولنا على قرار 315 اما يثبتنا. اذا كان يفكر بينا كعراقيين احنا كموظفين كابنائهم، زين هو قبل الانتخابات احنا التقينا بيه وقعدنا وياه قلنا له يا سيد نحلفك بجدك، من هو انت جدك؟ انت مو تقول انا سيد علوي؟ قال انا بخدمتكم وتدللون وما يكون خاطركم الا طيب، اول ما اصيرا انتم حسبوا لوحدكم انتم مداومين بالمحافظه. زين انا اذا داوم بالمحافظه اليوم تارست الشغب، الشغب اليوم اعتدى علي واعتدى على الشيبه واعتدى على البنات واعتدى، يعني هاي الخريجه الاربع سنوات مدرسه او معلمه قاتلت من اجل الشهاده، يجي ابو الشغب يعتدى عليها؟ احسبها مثل اختك، احسبها مثل اختك، شلون تضربها؟ حاصرها بباب المجلس محافظه ويهد عليها؟ هاي شلون يصير؟ شلون يصير؟ انا ممنون من عندك ساد، الله يحفظك. احنا هذا الحكي اذا نشكه وش اسمه ما يفيد، لان ماكو اذن صاغيه لنا، صارنا ثلاث سنوات نتظاهر وشبعنا ضرب وحكي سامع مهانه وما حصلنا اي نتيجه. ايه على قولتك احنا 300 الف بالشهر شو سوينا؟ مطالبنا كالاتي: يا محافظ بغداد، يا رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، مثل ما استثنيت النجف وذيقار والبصره وكربلاء وميسان، دول احنا بغداد تريد تستثنينا. انا ما اقول لك استثنينا 2191 مثل النجف، انا جاي اقول لك استثني لي 653 واحد بغداد ويا عقود تنميه الاقاليم. شغله بسيطه وماكو داعي انت توقفنا، وصارنا ثلاث سنوات احنا نتظاهر. هي درجات وظيفيه موجوده، الحجه قبل كانت ماكو درجات، احنا بضغط على النواب بايتين بمجلس النواب حين قررت الموازنه، احنا ممثلين ممثلين المحافظات. جت 150 الف درجه بجهودنا وجهود جدود جهود متظاهرين، جهود المظاهرات وبجهود ممثلينا الممثلين، واحنا وقفنا وقفه حين قرار الموازنه. الخمسين ألف راحت محسوبيات ومنسوبيات، ولا واحد من دول تشوفهم، ولا واحد تعين وزارة التربية، والمديريات الفساد بيها واصل لي جاي، الفساد لي جاي واصل. ياخذ لي ذول خريجين الصناعة مدري شنو يعينهم، وأنا خريج تربوي إداري ما يعيننا. زين هم ذلك يعني يروح لهم، هن الاساسيات الادب والعلمي، انت تروح تعين له بالصناعي والتجاري، منهم قلبه؟ احنا ما نريد نهمش ذيك المطالب. جدا ممتنك، تحيات الله يبارك فيك. هذه 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 احنا بصراحه وجودنا بهذا المكان، والله انا دقيق خادمك والله اعطيك مجال. اخوان ترى اللي جاي يصير، يعني نتاسف عليه بصراحه، تأسف علي، نقول شبابنا واخوتنا وهذا مكان، يعني هذا البلد يعني ولاد، هذا البلد بإمكانية بفلوس بخيرات الله كلها، بس لكن للأسف انه ما جاي تقسم بالطريقة اللي تكون مناسبة للناس. بصراحة هذا واحد من الجزئيات المهمة اللي واحد لازم يتحدث بها ويتحدث بها بجرأة، لأنه وصلنا إلى مرحلة صعبة جدا للأسف.
احنا الان من نسولف في هذه القضيه يا اخوان، ترى يعني ما نريد نهمش حقوق الناس، لكن اللي جاي يصير ما جاي يكون منصف، ما جاي يكون منصف. خريج تعب على نفسه ودرس ووصل الى هذه المرحله، يعني هسه حتى معيبه على الدوله انه تشوف خريجيها قاعدين على الرصيف، يعني هم معيبه، يعني معيبه. هسه انت لا فاتح لهم مشاريع، لا مطيهم فد قروض وسلف ويشوفون مشاريع نفسهم ويشتغلون، وانت معلقهم والله بقضيه التعيين، وخليتوا الناس تهجم هجمه على التعيين. وهسه حتى السوالف ملينا منها. عمي وصل 3 شدات تعيين راتبه 300,000، 3 شدات يوصل. ليش؟ غير لازم بي وراء انه، وهذا حرامات يعني. والله انا يعني زرنا بلدان العالم وطلعنا للدول وشفنا، يا اخي ما جاي يصير، ماكو هاي، ما جاي يشوفها بغير بلد، يشوفها بس بالعراق. هسه بلدان معتمد عليها، العالم كله يعتمد عليها على صادراتها وعلى صناعتها، ما تلقى عندهم هالمشاكل. يشوفك انت بترول، يشوفك انت فلوس، والله العظيم بلدان العالم زرناها، نصها زرناها، يشوفك انت بترول عراقي فلوس، بس اذا ترجع لواقع الحاله الظلم هذا موجود. شلون اخوي؟ شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك، حمد الله لك. شلون صحتك؟ والله احنا تلمية الاقاليم عقبه محافظه بغداد، انا خدمتي من 2008، كانت هاي تشوله والارهاب يفوت منا وانا واقف ذاك واجب فوق بالمحافظه. اشتغلت ويا حسين الطحان محافظ بغداد، اشتغلت ويا صلاح عبد الرزاق ببيته، واشتغلت ويا علي محسن التميمي ببيته، ويا 4 محافظين انا مشتغل، وانا اليوم بالشارع. وانا اليوم بالشارع، 4 محافظين انا مشتغل وياهم وببيوتهم. واحنا حمينا المحافظه واقضيه ونواحي الوسفيه، المحموديه، اللطيفيه، ابو غريب، كل الاقضيه والنواحي التابعه لمحافظه بغداد احنا حميناها بذاك الوقت بوقت الارهاب. 2008 انا تعييني، 2008 اليوم انا بالشارع، الشغب يضرب بي، مشكله هاي. اغنى بلد بالعالم نقول هو العراق، اليوم انا بالشارع اصبحت، ولو يدري بي انا من ذوي الشهداء اللي عندي 4 شهداء ارهاب قاتلهم 4 بالشارع مشمور. شهداء 4 مشكلة، يعني مشكلة يعني مشكلة. هذا إلى أين؟ هذا بس دقيقة، الباج مالتك مال محافظة؟ لا ما أدري شو مال محافظة بالبيت. والله العظيم، والله اشتهت شو تسولف وياهم، كل الكتب موافقين عليه إلا المحافظ يعني شخطة قلم نقدر نرجع. احنا بينا الخريج وبينا السواق وبينا يعني كنا خدمين ومحتاجينه، بس ليش الى اين ما اعرف. للاسف الحمد لله. لا اخوي بارك الحمد لله. الحمد ورده ورده حبيبي. هذه الحبيب شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون صار؟ والله انا مهضوم، ما ندري عراقيين احنا مو عراقيين؟ لا والله مو عراقيين، مو عراقيين. يعني هسه بس اريد اعرف دوله اكو ماكو دوله؟ بس ماكو دوله، يعني رئيس الوزراء يوافق، مجلس محافظه يوافق، والمحافظ ما يوافق، يعني كل هاي بكم عوف التعيينات عوفات، بس الشغب يضرب النساء يكهربنا، يعني انا استهضمت هسه عوف التعيينات كلها، شنو النسوان يضربونها؟ يعني غيره ما عندهم، هذا ذا كل واحد راتبه 1,000,000، 2,000,000 ما يهمه، شنو اي قدامه يسحقه. زين انا اريد صوت يوصل رئيس الوزراء، يعني ماكو، يعني دوله ماكو دوله، كل من جماعته كل من ربعه. انا اقول لك لو واحد كله عنده فلوس يا تعين من باكر انضم بحزب وفد مره تعين. زين هاي النساء شنو ذنب هاي النساء؟ شنو ذنب النساء؟ يعني هسه انا عفت شغله هاي مال التعيين خلي تولي بس ما لج. اي والله مع الاسف، والله مع الاسف، يعني نزلوا من السيارات منا تولونا بالعصي وبالكهرباء، واحنا شنو شايف؟ مو كل النساء ايش عندنا احنا؟ نكفي لك الله، لو اريد الطب ما حد يوقف بوجهنا، خلي تصير اي حرب بأي دولة تجي للعراق كلها تشرد كفي لك الله. زين هاي الشيبة، هاي شوف الشيبة، هذا أول واحد يقاتل.
ما يفكرون بال 100 هلا الله يحفظكم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا الله يكون بعون. الله يبارك فيكم نشكر الله يحفظكم. هذا واجب. الله يحفظكم. واحنا نتأسف لأنه توصل الحالة إلى هذا المستوى. والله العظيم نتأسف لأنه جاي يصير أمور احنا في غنى عنها المفروض. بارك الله فيكم. هاي من شعوركم الطيب الوطني. يا أخي الناس جاي تطالب حقوقها. ما رايدة في هالشيء. يعني رايدة في هالشيء صعب. ناس جاي طالب بحقوقها، احنا ناس عقود تنميه الاقاليم راتبنا 300,000 وطولنا اجازه اجباريه. اجازه اجباريه موجوده بدول العالم قانون بس عندنا وبس محافظه بغداد فقط، لان المحافظات الاخرى كلها رجعت. جاي تداوم على حب الله وتستلم راتب واطلع باكر وعندك اجازه. اطلع اجازه انت، زين الاجازه ما يخالف قبلنا، هسه الدوله مرت بظروف مو مشكله، احنا لازم نتعاون. زين الظرف 4 أشهر 3 أشهر سنه سنتين مو 8 سنوات. 8 سنوات احنا هسه قوتنا يومي، احنا هسه طالعين اكثرية العالم هاي اللي طالعه. الله وكيلك اليوم 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 راح يظلون بدون اكل. الله وكيلك. زين قلنا راتب يفيدنا وخدمه عندنا، كل واحد عنده 8 سنوات 9 سنوات تروح 10 سنوات ليش تروح؟ على الاقل باقي لنا كم سنه نطلع تقاعد الاطفالنا يفيدنا باكر وعقبه. زين هسه احنا بعد من يعيننا؟ من يشغلنا؟ لا بينا فايده نشتغل برا. لا زين يا محافظ يجي، احنا عاصرنا 4 محافظين عاصرناهم. زين يا اهل يجي يدزون كتب مغلوطه، يدزون كتب ما ادري شلون، هيدز واحد يقول هسه عندنا استثناء، اجى رئيس وزراء ناب نفسه سوى لنا استثناء انه لانه عندنا قاعده بيانات موجوده بالمحافظه كلها موجوده بدا. انت تفتح تعيينات جديده تروح تعين من جديد وعندك موظفين مجازين انت اللي منطيهم اجازه اجباريه ما اعرف يعني. يعني جاني شعور خلاش أهم أسئلك. رواتبكم ماشي لو توقف. ماكو توقفت من ذاك العهد. أنتم هسه رواتبكم للمحافظة من الإجازة وتوقفت لو خاف مستمرة وأسماء تستلم به العالم ونو تعال. إحنا هاي هم نعرفها. هسه أكو جماعة دا يقولون أسماءكم موجودة وأخذوا بها ما أدري كم شهر الرواتب. زين قبل فترة دزوا علينا جينا هنا أنا. كل الشاغل احنا الله اعلم. الله اعلم انا هم ما متاكد من هذا الله اعلم اكو الله فوق انا. لكن من دزوا علينا قبل فتره يعني لي هسه اسمي دق اسمي دق اسم اي شخص تلقى قاعده بيانات كامله كل واحد عندك ولاء اثنين موظفين دوله على الملاك الدائم احنا لا موجودات. زين انت تروح تعين من جديد. زين احنا ذولا موظفينك وخدمنا وتعبنا والله العظيم احنا بذيك الازمه مال المي احنا الاطراف كلها نوزع لها اضافه للفيضانات اذا تتذكرها ذبينا سياراتنا استلمنا الشافطات والله ما نمنا بالبيوت ابد للصبح كليتنا سواق سيارات كبار واحنا ما يخالف تعبنا ما يخالف احنا عمرنا كله قضى تعب بس نريد ثمره احنا شنو اللي قد شنو اللي سويناه انت تقعدنا صار هاي السنه ثانيه حق بهذا البلد باخذ راتب تدريب قلنا يعني هسه احنا ما نريد نسولف على على الامور الناس بالخارج تاخذ رواتب ملايين واللي يخدم بالبلد والله العظيم اعرف عالم بدول وتروح لها رواتب هناك بالملايين وقاعده ساكت احنا هنا هذا الشعب المضطهد هاي الناس وانا اشكرك جدا بارك الله فيك يعطيك الصحه والعافيه الله, الله يستر عليك ملاحظه واحده احنا نقول احنا اهل الثريا كل من يعرف اخيه صح لو لا اي محافظ اللي يجي جايب جماعته وياه جماعته هواي تروح للمدير البلديه بالمثل نقل مدير بلديه جاب جماعته سوى لهم عقود قيم مقام كل من اي انا خدمت الحسينيه بيام الطين حسين مال راشديه خدمتها بايام الطين بال 2015 صارت تبلطت اجوا جماعه موظفين ما نعرفهم من اجوا وكبار اجى قيم مقام جاب جماعته اجى مدير البلديه جاب جماعته كل من ربعه زين ما تعرف تاحت علينا الحسبه هسه لو ينطونا فتح حل يقولون يابا انتم مثلا فتره معينه وترجعون او ما لكم رجعه على مود نعرف راسنا من رجلينا ما جاي نعرف والله يا اخي ما جاي نعرف تحياتي وسلام لكم الله يبارك فيكم ويسلمكم حياكم الله هذه واحده من الظروف اللي يعني ما اعرف القانون هنا وين القانون ووضعه وين بهذا الاجراء وين احنا مرات نسولف يعني بقضايا والله العظيم يعني يعجز اللسان عن وصفها وهذه الحاله انا يعني سبق وتحدثت عنها انه هذه الصوره
ما تليق لا في بغداد ولا تليق في محافظة ولا تليق في عاصمة. يا أخوان الأحبة حلوا أمورهم، انطوهم حقوقهم، إذا كانت عندهم حقوق انطوها، وإذا ماكو هم قلوا لهم يا بتر ما يكون حقوق وخلاص ينتهي الأمر. يعني بدل ما هذه الضجة وهذه تضيعة الوقت والالتزامات اللي موجودة، يعني حرامات. يعني بصراحة هذا الأمر يراد لناس تكون صريحة وتحل هذه المشكلة، لأنه المشكلة طالت هواية وشغلته الناس بيها وشغلته شبابنا. وهذه يعني لو كان القطاع الخاص يشتغل كان الناس باشرت بمشاريع وبقضايا ومشت الحالة. السلام عليكم، شلون اخوي؟ شو اخبارك حبيبي؟ هذه واحدة من الصور، واحدة هذه من اللقطات اللي الآن تلاحظوها، و مطالبهم أمام مجلس محافظة بغداد بهذا الشكل وبهذه الصورة. انتشار للقوى الأمنية يعني الموجودة بشكل أو بآخر. هذه يعني والله أنا أعتبرها صورة مؤلمة، الكبير والصغير بهذا الوضع للأسف. يعني للأسف يعني أصحاب الشيبة واقفين. الله يساعدك عمي، شلونك؟ شو أخبارك؟ الله يديمك، الله يخليك، الله يعطيك الصحة والعافية. كل مرة نجي هنا، والله كل مرة هاي مرتين هنا واثنين هناك يم القصر، وبعدين بالجسر المعلق. اكو حل وماكو. المهم ويا من تحكي، ما تقول لي ويا من تحكي، الله يخليك. يعني اذا ما عندهم اذان ما يسمعون، شنو على مقلوبهم؟ ما ادري. انت شنو؟ انت نبي؟ انزل على العالم تقول هاي شو تريد؟ هاي النسوان شو تريد؟ هاي شنو ذنب هاي العالم؟ هاي الخريجين شنو ذنب؟ 10 سنين و15 سنه و4 سنين؟ شنو انتم المله؟ حرامات هاي؟ شنو هاي ذنب هالنساء هاي؟ شنو انتم ما عندكم غير على نسوانكم على شرفكم؟ وين الشرف؟ وين الذله؟ يطلعون بالتلفزيون هاي هات منا الذله، وين الذله؟ مو انت راح للذله. ذليتوا الشعب؟ دمرتوا الشعب؟ شنو واحد عنده اربع بنات قاعدات، واحد عنده ثلاثه، واحد عنده بنيه خطيه، ليش؟ وين يرحمني؟ ليش تفتحون كليات ومع هالكلها فلوس؟ بالفلوس تفتحون عينكم. خاف الله شويه، خاف الله يضربكم ان شاء الله. ايش قد خدمتك والله بالمحافظه؟ نعم؟ ايش قد خدمتك بالمحافظه؟ انا مو بالمحافظه، انا جاي على مود بنتي خريجي من الاوائل. اثنين عندي توم شوي خافوا على اثنين خريجات. اوائل؟ اي اثنين اوائل من السبعه واربعه. شنو هاي؟ قاعدات بالبيت غسلان ماعز، ما عيب عليكم؟ علي ست الكليات وست المعاهد وخلي سنه على سنه انقص. يخش منا يطلع منا، يطلع هنا بس اعلام ترى ودعتك، يطلع من التلفزيون بس اعلام. هل حنسوي؟ راح نسوي كله كذب 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 كله كذب. بعد ما نصدق فيهم منا اللي هنا صادقه مع الناس ماكو؟ لا ماكو نيه، لا ما عندهم نيه صادقه. هذول الله يعمق قلوبهم بالدنيا قبل الاخره. وشوف شوف شوف نهايتهم شلونها، اذا مو سهل فشار بها زينه، لان عالم طلعت عن الطريق ذول هالفساد وهذا كله من وراهم ودعتك. هاي حرقة القلب، هاي الأمهات خطية يا مرح الشهداء لماي وما يعني على الكراسي نفس الوجوه ونفس الانتخابات يجون نفسهم هم. يلا طيني واحد جديد ماكو، ما يخلوه ما يطلع مجال. يعني العراق فقير، والعراق أغنى دولة بالعالم العراق. ترى الليونات يأخذون بهالفلوس وما يشبعون على المشاب يشبه. قبل كان قبل بالستينات سبعينات الحرام إذا يبقى يأكل قبل عاهية وهم شريف، حرام شريف. بس ماكو شيء، انا بحياتنا كلها ما شفنا هيك، صار 60 سنه 65 سنه ما شفنا هيك ناس. شنو هاي؟ ما صار هاي عمي؟ يعني لا الله يقبل ولا محمد ولا علي ولا الامه ولا حتى الصحابه. ما يبغى علي شو الا شنو انتم تقولون؟ يا اللي طلع قتلوه علي شابه اقتلني يلا اضربني طلقه خلصني. يعني علم جانا على الشمس هاي شنو احنا؟
شنو احنا عبيد؟ الله يبارك فيك. احنا عبيد والله تحتك. احنا عبيد بس شلون احنا؟ شلون اللي جبنا هيك نماذج؟ وشلون امريكا؟ هذا احنا بعدنا بالاحتلال، نحن بعد السياده كذابين؟ لا سياده ولا قياده احنا. نعيش؟ بعد هاي الام هنا تقعد هيك بالشارع؟ هي حسايره؟ يقبل الوقت على عرضها الشرفه؟ اهلا والله لو انا هيك نمشي بالتراب اذا هيك امي واختي قاعده بالشارع على متعين. هنا انا يومي جاي لهنا خطيه جاي من المحب الله من بغداد والباقي هذا شنو اهل الجنوب خطيه ظالمين ليش؟ يا عمي تحياتي لك حبيبي. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ شلون الصحه؟ ان شاء الله زين. شلون الامور؟ مرتاح ان شاء الله؟ الله يبارك فيك الحمد لله. كلماته مؤثر العمر ايوه ويحسب حساب البنت ومستقبلها وبعدين يتفاجئ انه قاعد على الرصيف تنتظر يعني. اي نعم اكو مثل انجليزي يقول actions speak louder than words، الافعال ابلغ من الاقوال. فهسه هاي كل كلامهم اذا ماكو وراء افعال من قبل رد لكل فعل رد فعل يكون ان شاء الله رد فعل ايجابي بخير وسلام. هذا اللي نتامله. هاي وقفتهم كليتها كانت يعني تعبير عن مكنوناتهم، تعبير عن مطالب، يريدون احساس بالمقابل بخير وسلام. هذه الصوره، هذه الصوره تليق بصاحب شهاده في بلد ينعم بالخيرات؟ ابدا ابدا. في بلد عمر التاريخي 7000 حضارات؟ ابدا ابدا. في وفي ارقى شريحه بالمجتمع هم التربويين، ارقى شريحه بالمجتمع هم اصحاب العلم تمام، الذين يعطون العلم ايضا. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. تحياتي تحياتي. الله يديمك. الله الله يخليك. يعني والله صعب صعب الموقف. هذه الصوره هذه انا راح اتحدث بجرأة تحملوني، اتحدث بجرأة تحملوني. تقبلوها على اعراضكم هالشكل؟ تقبلوها على نسائكم بهذه الصوره؟ تقبلوها على كبار السن بهذه الصوره؟ هذه والله يعني الصورة هي أبلغ من الكلام بصراحة، الصورة أبلغ من الكلام للأسف. ونتأمل أنه أكو، نتأمل أنه أكو أذان صاغية تسمعها. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. شلون الله بصراحة ما إحنا أحفاد علي بن أبي طالب، إحنا تعلمنا الحسين ما نسكت، جيل بعد جيل. مش مهما تكثرون فسادكم، مش مهما تزيدون احنا هم نزيد. تعلمنا الامام الحسين ان نزيد جيل بعد جيل وابنائنا ونعلمهم ونعلم ابنائنا انه ما نسكت وحياتنا من الذله. وانا هسه انا احد الخريجين التربويين الاداريين في بغداد. انا هسه انقمعت من جسمه وداسوا علي، انا بيا قلب نتلوني بدون رحمة وداسوا علي بنص الشارع أمام مجلس محافظة بغداد. يا سيادة المحافظ بغداد كل شيء مشاعاني كل سلمية صار لنا نتظاهر أربع سنوات، كل سلمية صار لنا أربع سنوات نتظاهر. يعني ترضوها على أولادكم؟ ترضوها؟ بس أريد أفتهم، ترضوها؟ يا سنة تخرج؟ أني 20 21 من الأوائل. أنا لا أجياد، بس أنا خريج ترجمة إنجليزي إن شاء الله. وهسه أنا قمعت خطية هنا، بس هذا يزيدنا إصرار لأن أخوتي وقفوا وياي بحيث يزيدني إصرار وعلى طريق ونهج الإمام الحسين إنه نموت في سبيل الحق، كلمة الحق.
وان شاء الله ما تتنازل عن حقنا ابد. الله يكرمك. موفقين. والله وعليك. وشبابنا ونعم الشباب والله. والله وعليك. وان شاء الله نزيد اصرار ويا سياده المحافظ تقبلها على ابنك على بنتك اللي تنقمع ويضربوها ويقتلوها الشغب تقبلها بعد انت. ما صارت فرصة انه يفتح الابواب ويستقبلكم وتقعدون وتشربوا لكم شويه ميه وتقعدون وتسولفون سالفتكم ويقول لكم اي يصير وهلا بيكم لو لا والله ما يصير والله وياك نهائيا لا سمعنا ولا طلعنا ولا كل شيء لكم لا حبيبي ورده حبيبي هذه يعني عدد الأخوة اللي موجودين في هذه التظاهرة سلمية بصراحة كل السبل السلمية عندهم الاعتداء مرفوض سواء من القوى الأمنية وأيضا المتظاهرين مهما يكون يعني هذه اللقطات وهذه الصور إذا تلاحظها بهذا الشكل ونداءهم إلى الثورة هذا يدل على أنه غلقت الأبواب بوجوههم وصلوا إلى مرحلة صعبة وصلوا إلى مرحلة عدم النتيجة عدم الاهتمام والمبالاة من 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 أصحاب القرار من السيد المحافظ حسب كلامهم يعني السيد المحافظ اللي واقف أمامهم و يعني هذه الإجراءات إذا كانت قانونية فما ممكن القانون يسمح إلى أنه يميز شخص عن آخر في الدولة العراقية وإن كانت الحقوق بهذا الشكل يتم سلبها فهذه أيضا هم مرفوضة لا العرف يرضى ولا القانون يقبل ولا أيضا هم الناس يقبلون أصحاب القرار لابد أن يكون لهم وقفة جادة أصحاب القرار لابد يكونوا قريبين السيد دولة رئيس الوزراء المحترم أستاذ محمد الشياع السوداني يعني أمرهم أنه كل أصحاب القرار أن يكونوا قريبين من الناس يكون قريبين من المواطن يكون قريبين من التظاهرات اللي تصير انزلوا لهم سولفوا وياهم اكسبوهم سولفوا وياهم بالمنطق والقانون لا تبخسون حقوقهم هذه شباب يفكرون بمستقبل يفكرون يكونون عائلة يفكرون بمستوى طموحاتهم تحقيق أحلامهم أهدافهم هذا اللي الشيء المهم بهذه القضية مداخلة تفضل شو عندك جديد والله أنا عندي جديد يعني قبل الانتخابات أو قبل العيد عيد الضحية يعني او قبل احنا كان لقانا ويا محافظ بغداد نسيتها الدكتور عبد المطلب العلوي السيد صعدنا يمه والرجل رحب بينا مو ما رحب بينا من قلنا له حكينا ويا قلنا له سيدنا يعني حتى قلنا له استاذ العزيز تعرف احنا عوائل فقيره تعبانه حصل علينا لقمه العيش وهاي قال ما يكون خاطركم الا طيب هذا الكتاب هسه عاجل وكتاب هسه عاجل قبل رئيس الوزراء قلنا له زين الحين من راح توديه قال لي استثناء بيكم انتم الخريجين قبل يروح الرئيس الوزراء وانا الحافظه بيدي مو بالبريد يروح احنا نبغى انه الكتب تروح بالبريد قال لا هالكتاب هذا انا الحافظه بيدي زين الكتاب الله اعلم الاهتمامه هذا الجانب بس الكتاب لحد الان يعني بعد قبل ورا العيد يعني صار يومين طبع قبل العيد ورا العيد يلا يروح الكتاب وما راح ماخذه بيده ماخذه بالبريد وموديه يعني هسه هاي يعني انا هسه ذكرت هذه المعلومه واحنا قبل الانتخابات اشهد الله استاذ العزيز احنا للمكتب مالته قسما بالله قال اول ما اصير محافظ بغداد انتم الاوليه للعقود ومجلس محافظه يريدنا من هاي اللحظه تدغري ايش يريد استاذ العزيز ان يقول انا كادر ما عندي يقول انا محتاجكم يعني اليوم احنا ترى انا تدغري ايش قد خدمتي صارت 11 سنه محافظ اي والله يعني بعد 4 سنوات 15 سنه اذا تمشي على قانون وقانون بعد قانون يطلعوا لنا يوم قانون الدوله يعني عندنا هاي الناس هسه الكبار اكو اكثر من عندي يعني 16 و17 سنه يعني زين هذا
شلون راح يرجع؟ بس اريد افتهم من عندك. هسه انت موظف وداوم دائره، شلون اجاك الخبر؟ اريد بس هاي افتهمه شوي. اجاك من القانونيه؟ اجاك اجباري؟ شلون؟ سدوا الباب عليكم؟ نعم بس اريد افتهم هاي شلون. انا داوم دائره حكومية. انا داوم بالمجلس البلدي مال القضاء الحسينيه ومستلم 6 لجان، ومن اعظم اللجنه هي ترقيم الدراجات اللي صارت على المجالس البلديه، الرقم الاصفر انه عن طريق مجلس البلدي ينطبع هذا الرقم. هذا الرقم من ضمن اللجنه، هذا الرقم خطر. يعني انا وياي ابو الاستخبارات وياي ابو المكافحه وياي ابو الفرقه عمليات بغداد وياي ابو الامن الوطني، وكنت ما قاعد بمكان واحد. انا مو بالمجلس البلدي وست لجان، رئيس المجلس البلدي يوميا مطلعني بغرفه مقعدني، اخر ما اخر حتى طلعني بباب المجلس البلدي طلعني قعدني بالشمس، انهم نقلوني بفرقه بسريه ما جيش خرابه شلون ما تقول، انهم ودوني المركز شرطه. كل ما هذا قلت ما يخالف على عيشتي، استمر على عيشتي. زين انا بوقتها اجيت يجينا مدير الاداره، يعني لا محترمنا لا معتبر انه لا هاي، يضحك وياي كك يقول لي والله انتم عقود تنميه الاقاليم يجي بيكم كتاب انهم بعد ما تداومون تجميد ما تداومون. قلت له استاذ العزيز انت بمكان ما تفرحنا تجينا بخبر سيء شلون؟ قلت له زين انا من حق عد عندي عائله برقبتي، شلون راح اعيشها؟ شلون راح اعيشها؟ قل لي ما يخالف. نعم والله العلي العظيم انا حتى صار ضغط عندي. عندك شباب؟ اي والله ضغط. لا والله العلي العظيم يصعد عندي 16 ويصعد عندي 15 ويصعد عندي 17. وللعلم انا عندي حتى من يعني من رحت وعالجت وهاي هبوط صار عندي هم بالسكر. من قد الهبطه هبوط بالسكر صار عندي. صحة وعافية. اي والله يعني انا ما ابي جانب قانوني. نعم. بامكانكم انتم عقود تاخذون العقود مالتكم وتروحون للمحكمة الإدارية وتقدمونها، يمشي بيها الأمور لو ما يمشي؟ المجلس القضاء الأعلى. مجلس القضاء الأعلى هو حي ظاهر موجود. ورحنا للمحكمة الاتحادية. اللي إجى؟ أعتقد أنه لو أنه أعتقد نائب المحافظ أي علي زيدان، الله يحفظكم إن شاء الله. هذه صور نائب المحافظ الأول نزل لهم. هذه الصور طبعا احنا نحاول نستمع منها، يعني نستمع منها، لكن ذا استاذ علي زيدان نائب المحافظ بغداد الأول بعد المعاناة بعد بالشمس اللي ما كتلنا الحر، وهاي الناس والبنات وهاي شوفها يعني كخريجين. اي نعم بعد المعاناه بعد ما جابونا الشغب بعد ما ضربونا بعد ما تكهربنا بعد ما حصلنا الضرب، واحنا هاي اللي جينا عليها. هذا شوف هسه الله يحفظكم استاذ، بس اريدك ويانا سوينا الطريق والله. اي والله خلينا نفوت داس. هذه طبعا واحدة من الصور. خلينا نستمع. الله يساعده حبيبي. خلينا نستمع الى هذه الصور. بس ابو الاعلام خليها اذا تسمحوا لنا، اذا تسمحوا لنا. المصور علاوي يا ولد طريق ابو طلال يا ولد، بس يا ولد خلينا نسمع من عنده يا ولد. لا بس خلينا نستمع حبيبي، بس اهدوا. بس خلينا وجوده بهذا الان نزوله الى المكان السيد نائب محافظ بغداد. المصور علم صور لازم قطع الحبيب. تعال هذه
طبعا وجوده، وايضا الرجل نزل وبهذه الصور بهذه اللقطات طبعا. هذه الصور، هذه اللقطات اللي تلاحظوها طبعا، مناشدات الأخوة وأيضا إلى دولة رئيس الوزراء المحترم الأستاذ محمد الشاع السوداني بإنصاف أخوتكم وأبنائكم من خريجي الكليات والمعاهد العشرة الأوائل من تسلسل 4 إلى 10، وأيضا الرسالة الثانية نطالب دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني والسيد محافظ بغداد عبد المطلب بالعودة إلى وظائفنا بأسرع وقت أسوة بباقي المحافظات وشمولهم بقرار 315 وتثبيتهم على الملاك الدائم. هذه بصراحة رسائل، وهذا رسائل لابد أن يؤخذ بها. وأيضا الأخوة في هذا المكان تحديدا مطالبهم بهذا الشكل، صورة واقعية عن معاناتهم، صورة واقعية عن وضعهم، ونتمنى الاستماع لهم، نتمنى أنه يكون موقف لحسم هذه القضية ولحسم هذا الملف وإرجاعهم للخدمة. والأخوة أيضا الخريجين لازم يكون لهم إنصاف بهذا الجانب، وأيضا إنصافهم بشكل يليق بهم وبشهاداتهم وبتعبهم اللي الأخوة قدموه أكثر من 8 سنوات وبهم أكثر من 10 سنوات. وبالتالي احنا هذا بصراحة وجودنا الميداني هو رسالة إلى جميع الأخوة بصراحة. هذا التواجد الميداني طبعا، هسه احنا قبل شوية حكينا قلنا انه ما حد ينزل لهم، هسه جزاء الله خير اللي ينزل لهم وسولف وياهم وبشكل يليق بهم. احنا بصراحة الاهتمام بهذا الجانب لابد يكون اكو تعاون. حلو من ينزل المحافظ، حلو من ينزل نائب المحافظ، حلو من ينزل اعضاء المجلس يشوفون مشعتهم ما عندهم، وحتى وان كانت حلولهم بشكل بسيط او تطمينات همهم راضي، بس اما تتركهم دائر وجهك عنهم وماكو حل وما حد ينزل لهم وما حد يسولف وياهم، هذه لا تخلق مشاكل واحنا في غنى عنها. اغلبهم من الخريجين، اغلبهم من الناس اللي من ذوي الشهداء، اغلبهم الناس شباب اللي يريد يشوف طموحاته وتطلعاته وين توصل، اغلبهم الناس اللي عندهم احلام يريدون يحققوها، اغلبهم يعني من الشباب. واحنا البلد يمكن حسب الاحصائيات الدراسات انه الشباب اكثر من الكبار بعد 30 سنه يعني. عموما تقبل ودي واحترامي، انا احمد الركابي وزملاء اللي رافقوني اليوم بهذه الحلقه زميلي المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى صادق. ايضا شكري للاخوه القوى الامنيه اللي موجودين اللي واقفين، ايضا شكري الى الاخوه المتظاهرين اللي هم فعلا سلميين ويريدون يوصلون الى صوت يسمعهم. تقبلوا ودنا واحترامنا لكم جميعا، الى اللقاء.